صلاة من أجل الكنيسة والوطن. عندما كنت يا رب راكدا في السفينة وضربتها العاصفة وكادت تغرقها، أيقظك التلاميذ لتنقذهم، فهدأت العاصفة وقلت لهم لا تخافوا لأنك معهم. ونحن اليوم تهب على الكنيسة والوطن عواصف كثيرة، فلا تسمح بأن يغرقا، بل ضع في قلوبنا الثقة بأنك معنا دائما. أعطي كل منا أيا كان موقعه أن يتمم مشيئتك، حيث هو مستنيرا بوصاياك وتعاليمك التي أوجستها كلها بمحبة الله والإنسان. ساعدنا يا رب على أن نتجاوز انقساماتنا ونعود إليك، فنرى في كل إنسان أخا لنا ولو اختلف عنا في انتمائه الديني والسياسي. وقونا يا رب حتى نحب كنيستنا ووطننا ونعطيهما أفضل ما عندنا من مواهب، فنسهم في بنيان الكنيسة ونحافظ على لبنان الرسالة بتمسكنا به وبشهادتنا فيه. آمين.